السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي متابعيني الدكتور هيثم عارف والترا سكان. النهاردة هنتكلم عن انشقاق البطن الخلقي الجاسترو كيزز. انشقاق البطن الخلقي ممكن تشخيصه باستعمال سونار رباعي الأبعاد ابتداء من الأسبوع ال11، وطبعا الحالات اللي بتجيلنا بعد كده بنقدر نشخصه عادي جدا. انشقاق البطن الخلقي اللي هو بيبقى غير متصل بأي عيب خلقي آخر بيبقى نتائجه كويسة لو ما يتعمل لها يعني استكشاف جراحي بعد الولادة مع غلق هذا الانشقاق الخلقي جراحيا بعد الولادة على طول. شكرا جزيلا.